ان بلاش الكلام ده كله صح، بس يستشير طبيبه عشان يطمئن ان مفيش حتى لو مظهرش عليهم اي اعراض يا فندم. يتابع معايا يا فندم. ليه بقى؟ لان في بعض الاحيان الحالات بتتدهور بسرعه، يعني فجأة. يعني خصوصا الحالات الحرجه اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي مين؟ اللي هي كبار السن، اللي عندهم امراض مزمنه او عندهم مرض بيقلل المناعه بتاعتهم. هو اخر المعلومات اللي تخص فتره العدوى، انه البني ادم سواء تعرض او خالط او اصيب، اخر الاوقات العلميه نقول انها خلاص خرج من دائره الخطر، انه مش هيعدي حد قد ايه؟ شوف سيادتك، مش هيعدي حد ان ما يكونش عنده اعراض، وانه ما يعني ما فيش اعراض نهائيا. وانه قاعد 14 يوم ما يخالطش حد. في ناس طبعا بتقول 10 ايام وناس بتقول اقل، لكن هي عشان نكون اكثر اطمئنانا 14 يوم يبقى حتى الناس كل العالم بيطبق هذا. دي فتره الامان الاساسيه. ده اكثر امانا للمخالطين ليه واللي هيخالطهم حد. المقارنه اللي حضرتك عملتها وقلتها لنا دلوقتي ما بين الموجه الاولى والمرحله اللي احنا فيها، معنى انه الحمد لله احنا في وضع افضل، هل ده معناه انه برضو ما عندناش لغايه دلوقتي اي احتمالات لاغلاق او لاجراءات قاسيه؟ هذه قضيه هذا القرار بيتاخده اللجنه العليا لاداره الازمه برئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء. وفيها كل المختصين وكل ذو الخبره في هذا المجال، وبتدرس كل مرحله بظروفها بكل دقائق الظروف دي، انعكاستها الاقتصاديه والاجتماعيه والطبيه طبعا. والقرار بيتخذ بعنايه شديده جدا، ويعرض على مجلس الوزراء اتخاذ القرار وبيعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء. ما فيش حاجه مسبقه، لكن كلها مرتبطه ارتباط وثيق بالتطورات المختلفه بظروف كل مرحله وتطوراتها. وثم يتاتى ان كل الدوله من سيد الرئيس من سيد رئيس مجلس الوزراء، كل الناس بينبهوا ويحذروا بشده ان احنا يجب ان نستمر في اتباع كل الاحتياطات والاحترازات الطبيه والوقائيه حتى نتفادى اي مشاكل او تداعيات من عدم اتباع هذه الاحترازات. سؤالي الاخير، لو 5 أو 6 افراد قرروا ان هم هيتفرجوا على الماتش بكره مع بعض في بيت واحد منهم، السي دي سي كنت قبل ما حضرتك تنورنا السي دي سي كانت بتقول للناس في عيد الشكر لو انتم مش اهل البيت ادخلوا المكان واقعدوا فيه بس البسوا الكمامات. دي نصيحة اللي بتقولها متباعدين يا فندم، متباعدين، وتقول الكلام ده للناس اللي ممكن يشوفوا الماتش بكره مع بعض. يعني اللي ما عندوش مكان بيبقى بينه وبين اللي قاعد على الكرسي اللي جنبه كرسي فاضي. او مسافه لا تقل عن 1.5 أو 2 متر. ولابس كمامات ومتاكد انه ما عندوش اي اعراض تشابه او تماثل سواء برد عادي او كورونا. طبعا كورونا ده المفروض يقعد في بيتهم اكيد، لكن حتى اللي عنده برد عادي، يعني الواحد اللي عنده زكام او رشح وبيعطس ويرشح ويكح، يعني حمايه لنفسه من المضاعفات وحمايه لزملائه اللي هيقعد معاهم او اهله اللي هيقعد معاهم، من الافضل كثيرا ان ما يروحش حد.